السلام عليكم اخواتي في الله. اليوم ان شاء الله غنطرقوا لدرس جديد اللي هو واحد الدرس اللي كيتمحور حول لوجيسيال ديال اكسل. اكسل بطبيعه الحال كيف ما كلشي كيعرفوا هو واحد لوجيسيال اللي تابع مايكروسوفت، وهو من بين لي لوجيسيال اللي مهمين في الحياه العمليه تاعت اي شخص، واغلبيه ديال الناس كيستعملوه في الكالكول او لا كيديروا به دي زابليكاسيون صغار او لا كيخدموا فيه ميم دي غروندز ابليكاسيون اللي مقادين غير بالاكسل اللي كيخدموا دي طابلو دو بور وهكذا. دواليك من الامور اللي كيحتاجوا فيها. علاش اكسل؟ حيت هو واحد لوجيسيال اللي كينتمي للاس جي بي دي، سيستم جيستيون دي باز دو دوني، وهو فيه اون انترفاس اللي هي سهله ممكن اي واحد يتعامل معاه بسلاسه وبكل ليونه. هو بطبيعه الحال كيف ما كتشوفوا هنايا هذه سيت اون فيرسيون هي اللي هي ديال اكسل 2010، وفيها الانترفاس ديالته اللي هي سهله وبارابور لي زونسيان فيرسيون. هنايا في الريبون كل شيء كاين موجود هنايا في الريبون اللي كاينين، دونك كيسهل على اي مترقي باش انه يخدم به. الاكسل كيف ما قلت الناس كيخدموا به بزاف الامور. حنا هنايا غادي نحاولوا نديروا عبر حلقات دي بتيت زابليكاسيون اللي هما غادي نحاولوا غير نديروا فيهم لي زينيسياتيف ديال كل حاجه. ما يمكنش انه نديروا كل شيء، ولكن او موان كنديروا ما قل ودل. الان اول بتيت ابليكاسيون اللي غادي نديرو هي غادي ندير واحد الطابلو فيه الريبريزونطاسيون ديال اولا الكالكول دي سالير ديال لي ريبريزونطون ديال واحد الشركه، وغنحاولوا باش انه نشوفوا لو شيف دافير ديال كل ريبريزونطون، كيفاش يمكننا نحسبوا السالير فيكس، كيفاش يمكننا نحسبوا لي كوميسيون، كيفاش يمكننا نحسبوا البريم، او ميم طون في لافا كيفاش غادي نحاولوا نحسبوا السالير توتال. هادو فيهم كيفاش غادي نحسبوا هادشي كله. هو كاين دي فورمول اولا دي فونكسيون اللي هما دو باز خاص اي واحد يكون كيعرف ليهم، وحنا ان شاء الله في هاد الدرس اليوم غادي نحاولوا انهم نبسطوا الامور. اولا كنرسموا واحد الطابلو اللي غادي يكون فيه سته ديال لي كولون، وغادي نحاولوا ناخذوا بعض كنمشيو كنسيليكسيونيو واحد لو شون، ومن بعد كنجيو لهنايا كنديرو كنحاولو نتراسيو الطابلو. كيكون لا بروميير كاز لي غادي نديرو غنديرو فيها نون اي برينون، دوزيام كاز غادي نحاولو نديرو فيها شيفر دافير، طوازيام غنديرو فيها سالير فيكس، لكاتخيام غنديرو فيها كوميسيون، سانكيام غنديرو فيها بريم، إلى دارنيير كاز غنديرو فيها سالير توتال. أو ميم طون حنايا مع الدرس وغادي نحاولو ندخلو أمور أخرين بحال لا ميزون باج إلى ميزون فورم ديال لي طابلو، أنه باش أنه نقادو مغاديش يكون عندنا كل حاجة هنا باينة ولا مبيناش. غادي نسيليكسيونيو هاد لا بخوميييغ لين، غادي نحاولو باش أنه نسونتراليزيو لي ليبيلي ديال كل كولون باش انه ناجوستيو كل كولون. كنحاولو انه نسيليكسيونيو من الفوق من لابار الفوقانيه. انا كنهضر بواحد اللونغاج اللي هو ساهل باش انه كلشي يفهمو، لابار الفوقانيه، وكنحاولو نديرو دوبل كليك ما بين جوج ديال اليمين. اون فوا كنديروها راه كتاجوستا، ولكن كاينين خاصنا اجوستيو على حساب حنايا اش بغينا. اولا كنسيليكسيونيو كلشي وكنديرو يكون كلشي قد كنختاروا مثلا هنايا كنجيو كنسيليكسيونيو لي لين كلهم لي كولون، كنحاولوا نجيو كليكو بوطون دروا كنجيو نديرو هنايا لارجور دو كولون، و او ميم طون كنديرو هنايا واحد القياس ديال 30 اولا 35 35 كبيرة، دونك غادي نديرو 25. كنسيليكسيونيو كنبدلو لا كولور، كنجيو لهنايا باليت دي كولور، غادي نختارو غري باش انه الاكرون نديرو فورما كغا، كنجيو لهنايا. هنايا غنختارو بعض الاسماء، مثلا غنديرو احمد،
نديرو امين عثمان لو شيفر دافير غادي نديرو دي شيفر دافير الياتوار لاقيتش حنايا هنايا لو كالكول اللي غادي نحسبو غادي نحسبو بناء على الشيفر دافير باش يمكننا نحسبو السالير لا كوميسيون اي لا بريم و ميم او فلافا غادي نحاولو ان شاء الله نحسبو السالير توتال غادي نديرو هنايا احنا غادي نديرو مثلا 47000 درهم في الشيفر دافير هنايا غادي نديرو 38000 درهم باش سميتو و 900 درهم هنايا غادي نديرو 51000 و 600 درهم مثلا باش انه نحس بيسكو عندنا هنايا كلشي بالدرهم كان سيليكسيونيو صالير فيكس بالدرهم كوميسيون بالدرهم البريم بالدرهم صالير توتال بالدرهم كان سيليكسيونيو كنديرو بوطون دروا كنجيو فورما دو سيلول كنكليكيو عليها كتخرج لنا واحد النافذه جديده هنايا كيخرج لنا الكاتيجوري كنجيو نختارو مونيتير وكنديرو هنايا الدرهم اولا كنخليو اوكي بيان سور هنايا كنديرو راه كلشي تابع كلشي خدام هنايا بالدرهم كنسونتراليزيو لي شيفر هنايا لو اكزرسيس كيفاش غادي يكون غادي نحسبو باش انه لو سالير فيكس كيفاش يمكن لنا نحسبوه اللي كيكون عند كل واحد هنا مثلا غادي نديرو امين عنده 8000 درهم احمد بلوتو عنده 8000 درهم امين عنده مثلا 6700 درهم هنا غنديرو 9000 درهم لا كوميسيون غادي نحسبوها بهذه الطريقه هذه لا كوميسيون خاصها تكون كتساوي 4% من الشيفر دافير رياليزي يعني فاش غادي لا كوميسيون كيفاش كنا نحسبوا لا كوميسيون هو انه لا كوميسيون ديال احمد خاصها تكون 4% من هاد 47500 درهم دونك لا فورمول اللي غادي تكون هي لا فورمول كيفاش غنبداو اول حاجه كنديروها كنديرو ايغال وكنكليكيو على لا سيلول اللي فيها شيفر دافير كي كوريسبون احمد وكنديرو تنديرو لا فونكسيون ملتيبل سواء كنديرو 0.04 اللي هي 4% اولا كنضربو كنديرو خليها غادي نديرو هنايا وكنديرو 0.04 فوا 0.04 اللي هي كتخرج لنا 1900 درهم اولا لا فورمول اللي هي كنعرفوها كلنا كنفتحو قوس اللي هي العمليه الثلاثيه وكنديرو هاد لا سيلول فوا 4 وكنقسمو على 100 هذه العمليه الثلاثيه كتخرج لنا 1900 درهم كيفاش اكسل باش مزيان هو انه كتخدم الا كانت عندك نفس المعطى بالنسبه للجميع مثلا فين كنهضروا على لا كوميسيون نفس المعطى بالنسبه للجميع الاشخاص او جميع لي سيلول اللي كيكونوا تحتك ما كديرش كدير العمليه مره واحده وهو انه كديرها بوغ لا بروميير لين وكتمكليك تابليكيها على لي لين اللي كاينين كلهم كنجيو اكوتي هنايا كتبدل الكورسور كيولي في هذا الشكل هذا وكنزلوه لي زوتر كورسور لي زوتر كاز او ميم طو كيدير الكالكول ديالو اوتوماتيكمون هنايا غادي نعاود رجع باش انه هذا سي ان اكزرسيس لي هو سامبل وبناش نعقدوه غادي نعطي فيه جوج الاحتمالات هذا هو الاحتمال الاول الى جينا هنا كنلقاو عندنا دي 6 كتجمع لينا هنايا ياك كتقدر نضربوها في 4 كنقسموها على 100 كتخرج لنا هذا لو شيفر لا ميم شوز هنايا راه تبدل سميتو كيولي عندنا دي 7 فاش كنجيو هنا كنلقاو دي 7 هنا او ميم طون كنلقاو دي 7 هنايا عندنا دي 8 كيف ما انديكي هنايا لادريس ديال هاد لا سيلول كنجيو لهنا كنلقاو دي 8 هادي اسهل معطى باغ كونتخ الى حنايا عندنا المعطيات كيتبدلوا مثلا من شهر لشهر او من شهرين لشهرين كنديروا واحد جدول واحد اخر كنديروا فيه مثلا بريم كنديروا قدامه 4% غادي نمسح هنايا وغادي نعاود ليكزيرسيس بطريقه واحده اخرى
كيفاش كندير ايغال كيف ما قلنا بانه راه كل فونكسيون خاصنا الى بنا نبداوها خاصنا نبداو بايغال كنجيو لا سيلول تاعنا كنديرو فوا وكنكليكيو على هاد 4% كنديرو اوكي. ولكن الى جينا بنا نطبقوها الاخرين اللي تحت من هاد لا سيلول غادي يخرجوا لنا غيخرجنا دي زيغور كيف ما غنشوفوا دابا نيت 000 باغ كونطخ عندنا صفر عندنا هنايا كيتبدل لينا هاد او 14 ماشي هي اللي فيها هنايا عندنا او 13 باغ كونطخ كنجيو هنا كنفيكسيو هاد لا سيلول كيولي اللوجيسيال عارفه بانها سيت اون ادريس فيكس ديال الكالكول كنجيو لهنايا وكنسبقوا كنديروا كنجيو قبل من او كنديروا السين ديال دولار وقبل من 13 كنديروا السين ديال دولار فشنو هو المعنى ديال هذه العمليه هذه هو انه كنفيكسيو لادريس ديال لا سيلول اللي بغينا يعني الكالكول كله هو وقت ما بغينا نحسبوا البريم كنرجعوا لديك لا سيلول اللي حنايا طلبناها اللي هي او 13 وكنديروا اوكي. فاش غادي نبغيو نحسبوا فاش غادي نابليكيو هاد الكالكول على لي زوطخ سيلول اللي من تحتها كنجيو كنلقاو كيحسبها لينا وكنجيو كنلقاو من هنايا عاوتاني او 13 سيت اون ادريس ديال اون سيلول اللي هي فيكس او 13. هادي العمليه الثانيه. دونك دابا الى بغينا نجيو نحسبوا لا بريم دابا ليكزيرسيس اللي غادي يكون عندنا وهو انه غادي نحسبوا غنقولوا مثلا بانه الى كانت لا بريم ديال هي 800 درهم غتكون لا بريم 800 درهم الا كان عندنا الصغير انفيريور او ايغال ا 7000 درهم سينو غتكون عندنا 400 درهم. دونك الصغير هو هذا. دونك غادي نجيو هنايا غادي نديرو ايغال وهنايا غادي نديرو لي كونديسيون. شنو هي لا كونديسيون؟ لحقاش عندنا دو كونديسيون ديفيرونت. عندنا لا بروميير كونديسيون الا كان عندنا اكبر بلوتو اصغر من 7000 درهم غادي نعطيو 800 درهم يعني عندنا هنايا لا بروميير كونديسيون. او الا كان عندنا اكبر من 7000 درهم كنديرو 400 درهم. دونك هادي كتسمى لا كونديسيون سي. دونك كنديرو ايغال سي وكنمشيو للصالير وكنكليكيو عليه وكنديرو الراس ديال inférieur ou égal qui est comme par exemple ça là quand dire inférieur et en même temps égal c'est qui c'est le test logique ou quand dire a dit qu'on a dit انه inférieur ou égal à 7000 dirhams à 7000 point virgule هذا دابا غادي نزو si la valeur غادي تكون vraie يعني الا كانت عندنا الصالير صغر من 7000 درهم غادي تكون 800 سينو الا كانت مخالفه يعني الا كانت كبر من 7000 درهم غادي تكون 400 وكان سدو القوس يعني عندنا تيست لوجيك عندنا لا فالور الا كانت فري اللي هي 800 ولا فالور الا كانت فو هي 400 دونك وكان سدو. دونك هنا بويسكو غادي نجيو نتقنوا دونك سالير عندنا 8000 درهم يعني الا كان عندنا صغر من 8000 صغر من 7000 درهم راه 800 درهم كان عندنا كبر من 7000 درهم راه 400 درهم. هنايا عندنا الصالير فيه 8000 درهم يعني كبر يعني لو تيست اللي حنا عطينا الاولاني يعني غلط يعني غادي نديرو 400 درهم باش ابليكيو على لي كونديسيون ديال البريم على لي سالاري كلهما غنديرو بنفس الطريقه ديال انه لو كورسور كنهبطو. نجيو نتقنا عاوتاني هنايا عندنا هنايا عند امين 6700 درهم وكنا قلنا هنا في لي كونديسيون الى عندنا الصالير صغر من 7000 درهم 6700 صغر من 7000 درهم دونك غادي تكون 800 سينو غتكون 400. هنايا عاوتاني عند عثمان انه 9000 درهم كبر من 7000 درهم دونك ماشي 800 درهم غتكون 400 درهم. دونك هنايا درنا دو لحد الان جوج ديال لي فونكسيون لي لا بروميير فونكسيون اللي هي لا ملتيبليفيكاسيون وكنا خدمناها بجوج تاع الطرق. الطريقه الاولى اللي هي كنخدموا على كل لين بوحدو وما كان
لا فالور ما كتبتلش. وعندنا هنايا الطريقه الثانيه وهو انه فيكسينا اون سيلول وطبقناها درناها فيكسيناها بالدولار يعني في لا كوميسيون. دونك هنايا الصالير كيفاش غادي تحسب؟ الصالير اوتوماتيكمون كيتحسب عندنا صالير فيكس بلس لا كوميسيون بلس لا بريم، يعني هذا هو صالير فيكس. دونك هنايا غتكون عندنا لاديسيون او لا فونكسيون سوم. تاهي فيها جوج تاع الطرق. الطريقه الاولى كنديرو الطريقه العاديه اللي هي صالير فيكس بلس لا كوميسيون بلس لا بريم، كنديرو اوكي كيتحسب لينا كيخرج لنا 10300 درهم. هذه الطريقه اللي هي عاديه. كاينه لا فونكسيون سوم اللي هي حتى هي سي اون فونكسيون parmi les fonctions اللي هما اوبليجي اي واحد خصو يكون كيعرفها. كنديرو ايغال سوم وكنفتحو القوس وكنسيليكسيونيو لو شون اللي بغينا. هنا دار لينا او 6 جي 6 اللي فيه او 6 جي 6 هو اللي فيه السالير فيكس لا كوميسيون اي لا بريم. كنسدو كتعطينا لا ميم فالور. هنايا باش نطبقوا نفس الشيء كنكليكيو دوبل كليك اولا كنجرو الكورسور كيتابليكي لينا على توت لي لين. لحد الان هنايا هذا الدرس انتهى. لوبجيكتيف اللي كان عندنا هو بروغرامي اون فورمول دو كالكول كونديسيونيل اللي خدمناه هنايا في لابريم، وخدمنا لا ملتيبليفيكاسيون وخدمنا لا سوم. كنتمنى انه الدرس يرافقكم، وكنطلب منكم انكم ما تنساوش تكليكيو على زر سابوني والجرس باش انه اي جديد كان عندنا كيوصلكم. وشكرا.